زمان وأني أفكر بقضية الزعامة، من هو الزعيم وشلون ممكن تحكم على شخص الزعيم؟ شنو المعايير اللي تخليني أقول هذا زعيم؟ جمهوره، تأثيره على الأحداث، وجوده التاريخي حتى بعد ما ينتهي عمره المحدد على سطح الأرض. هاي التساؤلات قادتني لجولة بحث حتى أوصل الجواب مقنع. وقع تحت ايدي كتاب للمفكر هيجل، الكتاب بعنوان محاضرات في فلسفة التاريخ. هيجل يقول هنا الزعيم لازم يكون هو المرشد المحترف لتسلق الجبال والهضاب. اعتقد انه واحدة من اهم الميزات بالزعيم هي المسؤولية عن الجماعة أو الجمهور، وأهم نقطة هو الإحساس بالخطر البعيد والرؤية الاستراتيجية وتنبيه الجمهور. رمز من الرموز العراقية اللي راهن على جماهيره، اللي تحداها النظام السابق جماهيريا، والمفاجأة كانت كبيرة بعد عودته من المهجر ليحقق أهم عنصر من عناصر الزعامة اللي هو الجمهور. السيد محمد باقر الحكيم، أهلا بك. واحدة من الأمور التي يراها الجمهور بالزعيم هي الرؤية الواضحة للمستقبل. ربما مواقف آل الحكيم ضد النظام السابق كانت واضحة، ولكن متى انتبهتم إلى هذا؟ أنا أول ما أجل بعدي في سنة 68 الناس مشوا مع البعثية بصورة عامة، شباب حر، وحدة وحرية واشتراكية شعارات، ويريدون يحررون فلسطين ويقضون على شبكات التجسس، وما هالكلمات اللي كانوا يرفعوها، ويريدون ما يصنعون الفلاحين كذا، ويريدون العمال يصنعون كذا، ويريدون يجيبون النهر الثالث يصنعون هذا، مشاريع وعناوين وكلام كثير جدا، ويجوا الى الحكم بهذا الشكل في ليله الظلماء. الناس مشوا، قسم عندهم شهوه، وقسم عندهم شراء ضمائر وفلوس، وقسم عندهم خوف واشكال من الناس مشوا. ما اعرف حقيقه هؤلاء البعثيين إلا المرجعية الدينية، مرجعية الدينية أنا أقول المتمثل بالإمام الحكيم في الأيام الأولى. أحداث كثيرة حصلت بعد تسنم حزب البعث زمام الحكم، كانت عيون الأمن صوب الزعامات اللي إلها تأثير واضح على آراء الجماهير، وبدت بحملات الاعتقال لأكثر من مرة، بداية من عام 1972 وحتى عام 1977. السيد الحكيم، كنت معرض للاعتقال والسجن مرات عديدة حتى حكم عليك بالسجن المؤبد. ما هي التهمة التي كانت توجه لك في كل مرة؟ تم حكم علي بالسجن لمدة 20 عاما في العراق دون أن أرى حاكم أو محكمة، ودون أن تسجل لي إفادة، يعني حتى إفادة بحث، وحتى دون أن يدون اسمي واسم، يعني هالأمور العادية اللي تدون اسمك، اسم أبوك، بلدتك، هالمسائل الأولية اللي تكون عادة عند التحقيق، دون أن يتم أي إجراءات أولية لعملية المحاكمات، فضلاً عن أن يكون هناك محامي يدافع عن هذه القضية. مع ذلك تم الحكم 20 عام وأمام
الجمهور، ولم يكن الأمر طبعا مختص بكل من جرت محاكمته جرت بهذه الطريقة، وقضينا مدة من السجن بهذا الأسلوب وبهذا الشكل، وهناك عشرات الآلاف. ممارسة المعارضة السياسية بالشرق الأوسط مهمة تعتريها المصاعب، وحتى وإن كنت زعيم وحولك جماهير، إما أن تنسحب وترضخ أو تستمر وتعرض نفسك للسجن والاضطهاد، أو تهاجر وتمارس المعارضة السياسية من الخارج. هواي أكو زعماء قدروا يحققون أهدافهم السياسية ويحركون الجماهير من الخارج. انتفاضة شعبان 91 الناس ضجت، قدمت ضحايا كثيرة جدا، أدركت الحقائق، يعني علماء كلهم أجمع على هذا الموضوع. بعد ذلك لكن خذ لونه الدول المجاورة كلها، خذت الاستكبار العالمي، الدول، المجتمع الدولي، مجلس الأمن، كلهم خذ لونه، خذ لون الانتفاضة، فقمعت الانتفاضة بذاك القمع. بعد ذلك ذهبنا لأولئك وقلنا لهم هاي مسيرة، مسيرة جهاد، قلنا لهم سوف ترون، تتقمعون، سوف ترون ما ترون من هذا النظام المجرم. تتصورون هذا النظام يخدم جهة أو دولة من هذه الدول أو يخدم مجتمع من المجتمعات، سوف يرتد عليكم أيضا. ووصلوا إلى هذه الحقيقة في نهاية المطاف. ولكن ماذا حدث بعد الانتفاضة؟ احنا نعرف أنه القمع حصل ضد الجماهير، ولكن ماذا بشأن العلماء والأقارب ومحرك الجماهير الأساسي؟ من جملة القضايا الذي قام بها النظام الوحشية بهذا الاتجاه، اتجاه الحوزة العلمية، هو تغييب هذا العدد الكبير من المجتهدين والعلماء والمدرسين وطلاب الحوزة العلمية بعد الانتفاضة، وفيهم علماء كبار وأبناء الأسر والبيوتات العلمية المعروفة. هناك مثلا 15 عالم، وفيهم مجموعة من المجتهدين من أسرة آل بحر العلوم غيبوا في هذه القضية. هناك 18 شخص، وفيهم أيضا علماء ومحققين من أسرة آل الحكيم رضوان الله عليه غيبوا في هذه القضية. هناك عدد من العلماء الكبار في أسرة السادة آل الخطاب. اليأس هو أكثر شيء منطقي ممكن أن يصيب الجماهير في هاي. يا أخي أنت وحدك تتواجه قوة عندها مال وسلاح وشرعية دولية، وأنت وقفة العالم والمجتمع الدولي وياك ما محصلها، بس بالمقابل هو المعارضة خارجياً ما ساكتة، أكو حراك قوي، بس هذا الحراك مدى يوصل للداخل بسبب سيطرة النظام على قنوات الاتصال والإعلام الخارجي. هنا يجي دور وعي الشعب والمبادئ الراسخة والإيمان بالزعامات الوطنية. بهاي الفترة الشعب بالداخل بحاجة إلى رسائل اطمئنان ويمكن استشراف للمستقبل، يطمنها بشأن الخلاص من الاستبداد ومحاكمة النظام السابق كمجرمي حرب. في قضية محاكمة صدام، عندما تمت محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان، عندما تمت محاكمته كان هناك توجه كبير في العالم، خصوصا في من يعرف صدام وشخصية صدام، ولا سيما في أوساط الشعب العراقي، هو أن يساق أيضا رأس النظام إلى مثل هذه المحاكمة. ولاحظنا أيضا أن العالم كله فرح بمحاكمة هذا الإنسان المجرم وهو الرئيس اليوغوسلافي باستثناء نظام صدام. مع عد الساعات والدقائق للتخلص من النظام المستبد، يبقى هناك هاجس من عودة نظام سياسي جديد يؤسس على استبداد واحتكار بوجه جديد. هل كانت هذه المعاناة والآلام والتضحيات ليؤسس في نهاية المطاف
نظام بأوجه كبيرة من الاستبداد والظلم السابق. نحن لا نسمح أن تعاد الكرة مرة أخرى. يأتي الفجار، يأتي المستبدون، يأتي الطغاة، يأتي المجرمون مرة أخرى ويتسلطوا على البلاد. هذا يجب أن تتضافر الجهود في وقوف أمام مثل هذه المحاولات. كل شيء صار بشكل مفاجئ، كل ما لم يتوقعه أحد حصل. ذهب النظام الجائر إلى غير رجعة، وبدأ الخوف على البلد من مرحلة جديدة، مرحلة الخوف والفقر. ويرجع بدل المستبد الواحد 10، وتصير فوضى ومخاوف هواية. واحدة منهن تقسيم البلد على مقياس مكونات. بالنسبة إلى تبني هذه القضية الكبرى، ويتحملون كل أعبائها بروح موضوع. أنا أقول لكم أنه لا يوجد هناك شخص واحد على الإطلاق، وأشهد بذلك أمام الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شخص واحد على الإطلاق يفكر بالتقسيم في هذه المناطق، لا من أبناء الشيعة ولا من أبناء السنة. من حكم العراق بعد 2003 لم يقدموا ما كان يطمح به الشعب، لا سيما أن الأحزاب الإسلامية كانت مهيمنة على سدة الحكم. هل كان أكو اشتراطات أن يكون من يستلم الحكم إسلاميا؟ أو هل كان السيد محمد باقر الحكيم مؤيدا وداعما لأن تكون العمامة هي من يحكم العراق بعد 2003 دون سواها؟ بعض الصحفيين يأتي يقول يعني تريد أن على رأس هذه الحكومة، تريد علماء يكون على رأس الحكومة، هل تريدون أن تكون على رأس الحكومة، تحتكرون الحكومة، تمسكون بيدكم الأمور، تريدون تسيطرون على الحالة، يتحدثون بهذا الحديث. طبعا هذا الحديث مغرض، يعني يحاولون بهذا الحديث أن يوجهون اتهامات إلى هؤلاء الصالحين، إلى هؤلاء المضحين، إلى أصحاب هذه المسيرة الصالحة بعناوين مثل هذه العناوين. نحن نقول لهم بصورة واضحة، ونقول لكم أيضا بصورة واضحة، أن المطلوب أن يكون على رأس الحكم الأبرار الصالحون الأخيار المخلصون في عملهم الذين يريدون الإصلاح في هذا البلد. أما أن يكون هذا الذي يتولى الأمور معمما أو لا يكون معمما، هذا ليس من الأهداف ولا من المقاصد، وإنما القصد والهدف الرئيس يجب أن يكون بهذا الشكل. إذا كان هذا الإنسان الصالح البار ذو التجربة الذي المخلص في عمله معمما فبها ونعمل، إذا لم يكن معمما أيضا كذلك أهلا وسهلا ومرحبا. الأقليات هي الأخرى واجهت ما واجه الشعب العراقي، ويمكن هي الحلقة الأضعف واللي صابها الأذية الأكبر. شنو رؤيتكم للأقليات وتكوينها كجزء من المجتمع العراقي، وخاصة المكون المسيحي اللي دا نفقد كل يوم جزء منه؟ أن هناك حق لجميع العراقيين، حتى المسيحيين منهم، حتى غير المسلمين منهم، وهو حق في الإسلام. هذا حق من حقوقهم. أنا كنت أزورهم لأنهم مستضعفين مشردين، مخيم خاص كان بهم، كنت أزورهم في عيد ميلاد المسيح من أجل أن أبارك لهم وأهنيهم، كما أزور المسلمين في أماكنهم. برغم أنه قادة الثورة والمعارضة والزعامات الوطنية كانوا واضحين بطريقة رؤيتهم لإدارة الدولة، ضمان الحقوق ونبذ الاستبداد والابتعاد عن التقسيم وحسم كل شيء من خلال القانون. ايه هو القانون، بس كل واحد يشوف القانون من زاوية، وزاوية ما تشبه الأخرى. يمكن اللي خلى البوصلة تضيع هي تفسير القانون حسب الأهواء والمصالح، الفقر، الجشع، السلاح، كلها شماعات نعلقها على مود نكسر القانون. والأدهى من كل هذا إنه الشخص اللي يلتزم بالقانون قام يشوفوه ساذج،
يعني البطولة صارت هو أن تخرق القانون. مجتمع يحكم فيه القانون وتحكم فيه الشريعة، ليس مجتمع الرغبات والشهوات ومجتمع الغاب، مجتمع القدرة والسلطة، مجتمع الهيمنة لمن هو لديه القدرة، لا، مجتمع القانون. وأيضا كذلك هذا المجتمع يمكن أن نقول أنه مجتمع العلاقة والارتباط الوثيق والولاء الصادق بين القيادة والأمة، بين الحاكم والمحكوم. هذا الأمر أيضا يمثل قضية رئيسية. يمكن كل اللي قال برؤى سياسية جميل، وربما هذه الأماني والأحلام التي يحلم بها كل عراقي، بس اللي صار بعد 2003 عبارة عن استفراد بالحكم واستحواذ على المناصب وفساد وسرقات. هل كان هذا كل ما يدور في تفكير قادة المعارضة للنظام السابق؟ من يأتي إلى العراق لابد أن يتحمل مسؤوليات كبيرة من أجل أن يبني هذا العراق، من أجل أن يصلح أمور هذا العراق، لابد من أن يضع أمامه الجهاد والعناء والآلام والمحن حتى يمكن أن يحقق هذا الإصلاح بين الناس. أما أن يكون التفكير نعوذ بالله لدى بعض الناس بالسلطة والهيمنة والحصص والسهام وكأن هناك فريسة، فهذا مما يأباه الشرع. أنا أقول لكم هذا من المحرمات. بعد استشهادك يا شهيد المحراب تغير كل شيء. يبدو أن من أراد أن يقتص من العراق كان سبباً رئيساً في استهدافك. طريق الحق بات مسلك القليل، والقليل فقط. الفقر والجوع والفساد والأرقام الفلكية التي تطير خارجاً أو تحرق في الداخل، الشقاق السياسي، التقاسم والمحاصصة، مسيرة طويلة واستشراف للمستقبل ورؤية سياسية نيرة كانت كفيلة لرسم لوحة حياة فيها من الألوان ما يطغى. فيها اللون الأخضر أرضاً مثمرة، واللون الأزرق نهراً يروى بها طريق الإصلاح القادم. فالزعامة ثوب يليق بمسيرتك البيضاء التي لا سوء فيها.